السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العمل تطلق فرص لتوظيف 37 ألف شاب وشابة ضمن وزارة الداخلية. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فرص جديدة للمستفيدين الشباب عبر زجهم ضمن كوادر الداخلية. وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي أن الوزارة قدمت بمبادرة جديدة تهدف إلى الاستفادة من القدرات الشبابية المسجلة والمستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية في ميادين أخرى من بينها وزارة الداخلية. وأوضح أن هذا التحرك يأتي بالتنسيق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم نقل قيود نحو 37,200 مستفيد من أصحاب الأسر الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عام بهدف الاستفادة منهم في وزارة الداخلية. وأكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أرسلت ملف الأسماء إلى وزارة الداخلية، والتي تتولى بدورها إرسال رسائل نصية للمشمولين، مبينا أن من بين المشمولين هناك 7,000 عنصر نسوي سيتم التعاقد معهن لمدة 3 سنوات. وبين أن المشمولين بالتعاقد هم رب الأسرة فقط وليس أفرادها منهم في مرحلة الشباب، لافتا إلى أن التعاقد سيتم وفقا لتعليمات وزارة الداخلية، ونوه إلى أن المشمولين لديهم الحق في الموافقة والرفض على هذا التعاقد، موضحا أن راتب شبكة الحماية الاجتماعية سيستمر ولن يتوقف إذا رفض المستفيد التعاقد مع وزارة الداخلية، لكن إذا رفض جميع الفرص الأخرى سيتم إيقاف راتب الإعانة الاجتماعية عنه. وأشار إلى أن هناك 3 فرص للمستفيدين حسب تعليمات وزارة العمل وتوجيهات الوزير. الفرصة الأولى هي التعاقد مع وزارة الداخلية، في حال الرفض ستكون هناك فرصتين أخريين سيتم الإعلان عنهما في الوقت المناسب. وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر حزيران الحالي. تموز المقبل العمل تعلن إطلاق زيادة رواتب العمال المتقاعدين. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن شهر تموز يوليو المقبل موعد لتطبيق زيادة رواتب العمال المتقاعدين ممن يقل راتبهم عن 500,000 دينار. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي أن الوزارة ستباشر تطبيق الزيادة في رواتب العمال المتقاعدين اعتبارا من شهر تموز يوليو، مبينا أنها ستكون بمقدار 150,000 دينار توزع وفق معادلة تقاعدية. أشار إلى أن الحد الأعلى للراتب التقاعدي الخاص بالعامل سيكون 700,000 دينار وفق معادلة تقاعدية، فالذي يتسلم الحد الأدنى بمقدار 350,000 سيكون راتبه 500,000 بعد أضافة الزيادة، وهكذا، موضحا أن من يبلغ راتبه 700,000 لن يكون مشمولا بالزيادة. وأضاف أن جميع العمال المتقاعدين مشمولون حتى لو كان المستفيد من أسرة المتقاعد، لافتا إلى أنه لا توجد أي زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية ولا أي مستفيدين جدد لعدم توفر تخصيص إضافي في الموازنة، مؤكدا أن ما يقارب 1,200,000 أسرة تنتظر شمولها براتب الرعاية الاجتماعية حولت إلى موازنة 2025. وزير العمل يكشف تفاصيل إرسال أسماء 37,000 من مستفيدي الحماية إلى الداخلية لتحويلهم إلى عقود. أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي استكمال إجراءات إرسال أسماء 37,000 من مستفيدي الحماية الاجتماعية لتحويلهم إلى عقود في وزارة الداخلية. وقال الأسدي في تصريح: نعلن اليوم استكمال إجراء إرسال الأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ممن تراوح أعمارهم من بين 18 إلى 25 عام لتحويلهم إلى عقود في وزارة الداخلية، استنادا إلى ما ورد بالمادة 14 رابعا من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2024 والمتضمن تعاقد وزارة الداخلية في كل عام مع 37,000، مشيرا إلى أن هذا العام كان العدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية ممن هم من تولد 2006 حتى مواليد 1999. ولفت الأسدي إلى أنه بعد استكمال العمل على إرسال الأسماء وإعلانها من قبل وزارتنا، ستعمل وزارة الداخلية على إرسال رسائل نصية للمستفيدين لإجراء المقابلات الأصولية لغرض قبولهم في وزارة الداخلية. وزير العمل: غدا إطلاق منحة البنك الدولي لمستفيدي الحماية الاجتماعية في ذي قار. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إطلاق منحة البنك الدولي لأكثر من 2,000 مستفيد من الحماية الاجتماعية يوم غد في محافظة ذي قار. وقال الأسدي في كلمة أن يوم غد سيشهد إطلاق منحة البنك الدولي البالغة تقريبا 2,200 دولار لكل عائلة مستفيدة من الرعاية الاجتماعية في قضاء التشبايش وقضاء الفهود وناحية المنار بمحافظة ذي قار. وأضاف أن منحة البنك الدولي تبلغ 5,200,000 دولار لتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة وفتح مشاريع لألفي عائلة في تلك المناطق. السوداني عن تعديل سلم رواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانون وقرار وتعديل لقانون. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن مراجعة سلم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من
من 34 قانون وقرار وتعديل لقوانين. ذكر مكتب السوداني في بيان أن رئيس الوزراء استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية، واستمع السوداني إلى ما طرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق العدالة ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية. وأشار إلى أن مراجعة سلم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانون وقرار وتعديل لقانون جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها. أوضح أن الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر أقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثت المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس. وبين أن مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالج ظاهرة الفقر عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانة النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولا زالت على رأس أولويات برنامج الحكومي. وجدد التأكيد على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف.